الشرحة واحد الشعور ما يقدرش توصفوه، حيت واحد عامين بنادم ما صلاش، فهمت الاجواء، كنا فقدنا الاجواء ديال رمضان، فقدنا هاد الحماس ما بين المسلمين، تمشي تصلي كدا تمشي. وان شاء الله نتمناو الناس فهاد رمضان تكون فرصه باش بنادم فهمتي يراجع راسو ويراجع النفس ديالو مع الله ومع العبد، وان شاء الله بنادم يبدا عام بواحد النفس وحده اخرى في التعامل ديالو مع الاشخاص، مع كلشي ومع الله سبحانه وتعالى. شو الحمد لله الذي اصطفانا لهذا، وحنا فرحانين بزاف، وبنادم يبقى على هذه الوتيره يعني دائما، وهذه هادشي اللي كاين. واحد الكرامه من عند الله، واحد الشيء كبير ما تصورش، واحد الفرحه وعاد يعني بحال اللي عاد رجعوا ديك الطقوس الدينيه والشعائر الدينيه اللي فقدناهم هذه عامين، فهمتيني، يعني بحال اللي عاد خلق الاسلام من جديد. اخويا واحد الشعور ما كيتوصفش، الحمد لله والشكر لله من الله علينا هذا الوباء، وانتم كتشوفوا المسائل كيفاش الجوامع دابا عامين، الحمد لله والشكر لله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.